مصر فقدت فنان كبير عظيم، وانا فقدت صديق عزيز رحمه الله احمد رحمه. تقول ايه لاسرته يا فندم؟ نعم، تقول ايه لاسرته؟ ما هقول لها ربنا يديهم الصبر والسلامة. سميرة هي. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناه وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. عاجل وصول الزعيم عادل إمام لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان عمرو عبد العزيز. شيع الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه الذي وافته المنية مساء أمس الخميس. أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر. وظهرت معالم الحزن والأسى على وجه الفنان عمرو عبد الجليل خلال تلقيه واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل. وتوافد عدد كبير من أقارب وأصدقاء عمرو عبد الجليل على مسجد عمر مكرم، وذلك من أجل تقديم واجب العزاء اللازم له في وفاة شقيقه. عمرو عبد الجليل يلقي نظرة الوداع على جثمان شقيقه. وصل منذ قليل جثمان شقيق الفنان عمرو عبد الجليل إلى مسجد المدينة المنورة بمنطقة المعادي ليتم الدفن بعد ذلك في مقابر الأسرة. وحرص عمرو عبد الجليل على إلقاء نظرة الوداع على جثمان شقيقه المستشار هشام عبد الجليل. وظهرت على ملامحه معالم الحزن الذي رحل عن عالمنا أمس. وأقيم عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل في مسجد عمر مكرم أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر. مصطفى كامل وعلا غانم يقدمان واجب العزاء في شقيق عمرو عبد الجليل. حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنانة علا غانم وسليمان عيد على تقديم واجب العزاء في شقيق عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم، والذي وافته المنية يوم الخميس. كما قدم كل من الفنان حسن الرداد وأحمد فتحي والمخرج خالد يوسف ومحمد عبد الحافظ واجب العزاء في شقيق عمرو عبد الجليل. وشيع الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه هشام عبد الجليل ظهر اليوم من مسجد المدينة المنورة بالمعادي، وظهرت عليه علامات الحزن في وداع شقيقه، وهو نفس الأمر الذي ظهر على أفراد العائلة. وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة زميلهم الفنان عمرو عبد الجليل. وكتب عمرو على صفحته: البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألكم الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة. شاهد بالفيديو لحظة وصول عادل إمام إلى عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل. تصدر الفنان عمرو عبد الجليل ترند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد تلقيه عزاء شقيقه هشام أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر. تحيا مصر يرصد تصدر عمرو عبد الجليل لترند. عمرو عبد الجليل يتحدث عن الضاحك الباكي. من جانبه قال عمرو عبد الجليل عن مسلسل الضاحك الباكي: أنا ما بعرفش أتكلم، ولما بعمل دور بحس إني عملت اللي عليا، وبحب أسمع الناس وأفهم، وأنا مش شبه نجيب الريحاني، لكن هو بيقلدني والمكير شاطر. وتابع: الدور كله كان صعب، وأنا عارف الناس هتبص بصة غريبة، وإحنا مش بنقلد، ولو اهتميت بالشكل ده غلط، والأهم نهتم بالروح والتفاصيل، وأحاول أوصلها مش أقلده، ولو الرهانة قلده مش هشتغل، والمونولوجوس هيبقى أحسن مني لو كده. ويعد العمل من مسلسل الضحك الباكي من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل، ويخوض بطولته كل من النجوم عمرو عبد الجليل
الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، والفنانة رزان مغربي التي تلعب دور بديعة. بدأ منذ قليل عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وكان أول الحضور نجل الفنان الراحل توفيق الدقن. شاهد لحظة تواجد محمد رمضان في عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وتقديم واجب العزاء. توفي عصر أول أمس الخميس هشام عبد الجليل شقيق الفنان المصري عمرو عبد الجليل، حيث أعلن الفنان عن وفاة شقيقه دون كشف موعد ومكان الجنازة، وطالب عمرو بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألكم الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. شاهد بالفيديو لحظة وصول عادل إمام إلى عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل. تصدر الفنان عمرو عبد الجليل ترند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد تلقيه عزاء شقيقه هشام أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر. تحيا مصر، يرصد تصدر عمرو عبد الجليل لترند. عمرو عبد الجليل يتحدث عن الضاحك الباكي. من جانبه قال عمرو عبد الجليل عن مسلسل الضاحك الباكي: أنا ما بعرفش أتكلم، ولما بعمل دور بحس إني عملت اللي عليا، وبحب أسمع الناس وأفهم، وأنا مش شبه نجيب الريحاني، لكن هو بيقلدني والمكير شاطر. وتابع: الدور كله كان صعب، وأنا عارف الناس هتبص بصة غريبة، وإحنا مش بنقلد، ولو اهتميت بالشكل ده غلط، والأهم نهتم بالروح والتفاصيل وحاول أوصلها. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. لا تنسى الدعاء بالرحمة والمغفرة إلى أخي الفنان عمرو عبد الجليل. لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.